كابتن سيف، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الحياة. اهلا بحضرتك. طبعا يعني امبارح هاخد حضرتك الاول في الملف التحكيمي. امبارح طبعا شفنا الحكم جهاد جريشه كان طالع في بعض البرامج، كان معترض جدا على سياسه التحكيم، كان بيقول ان هو يعني ليه حقوق ما خدهاش، وشفناه الحقيقه برضو بالتفصيل كان حاجه امبارح مع الكابتن الحقيقه خالد بيومي في برنامج الرياضه الليله، واتكلم وقال الظلم اللي هو بيعاني منه، وان معاه مدرب احمال ما بياخدش فلوس، وان الوضع اللي هو فيه سيء، والحكايه والروايه. في وجود حضرتك في بداياتك، حضرتك قلت ان انت هتيجي تطهر تحط سيستم للمنظومه، اول حاجه حضرتك قلتها ان مفيش حكم يطلع يتكلم في الاعلام، ان يبقى فيه عداله، ان الناس تبقى مرضيه. رد حضرتك ايه؟ الحقيقه كابتن سيف، هذا الكلام عاري تماما من الصحه، واحنا النهارده استدعينا الكابتن جهاد جريشه، والحقيقه واجهنا بهذا الكلام. الحقيقه عاوز اقول لك حاجه، ان احنا اول ما جه الاختيار بالنسبه للكابتن جهاد جريشه، وده شرف للتحكيم المصري في ان هو يشارك في كاس الامم الافريقيه، احنا هنيناه، وكمان احنا طلبنا ان احنا نعمل له معسكر هنا في مشروع الهدف عندنا في القاهره، وكمان احنا صرفنا ليه مكافاه 10,000 جنيه كمكافاه مبدئيه للاختيار فقط، ثم ان شاء الله بعد البطوله ستكون نفس المكافاه 10,000 جنيه بعد البطوله. انا الحقيقه كنت هذا الكلام حصل مع جهاد. انا فوجئت امبارح بان الناس بيقولوا ان في احد في احد المداخلات عندنا في قناه الحياه. لا ده ريبورتاج يا كابتن. لا يا كابتن عصام، ده مصورين معاه تقرير حضرتك. بالظبط، تقرير يعني تقرير بالظبط. فانا استدعيت جهادي النهارده، وهو قال ان هو كان بيتكلم على المكافاه في ايام الكابتن عصام صيام دي، كانت من سنه تقريبا، وان هو ما خدهاش. قلت له يا جهاد، لا، لازم توضح الامور بشكل كويس، لان الناس ممكن تفهم ان احنا اللي ما اديناش المكافاه ليك. والحمد لله هو الراجل اعتذر وقال انا ما كنتش اقصد، ولا كنت بتكلم على الـ يعني الفتره اللي فاتت من سنه تقريبا. والحقيقه انا واجهته هذا الكلام، هو انكره تماما، هو نقل هذا الكلام تماما. واحنا الحقيقه اللي ما قدم للتحكيم خلال الفتره الوجيزه دي يا كابتن سيف، وانت تشهد على هذا، اعتقد انه ما قدمش منذ زمن بعيد، واقولها بكل امانه. وان شاء الله نتمنى للجهاد كل التوفيق. واحنا الحقيقه انا حذرت الحقيقه اول واخر مره ان هو ممكن يطلع في الاعلام، هو قال لي واقسمني ان هو ما يعرفش الا قرار عدم ظهور الحكام في الاعلام الا باذن مسبق من لجنه الحكام. وانا الحقيقه قبلت اعتذاره، وعلى اساس ان هو لا يعلم هذا، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن عصام، هل الحكام اخذوا مستحقاتهم المتبقيه؟ لان ده برضو كلام اتفتح امبارح وملف، وقالوا برضو ان الحكام ليهم فلوس وما خدوهاش، فالدوري لو رجع والحكام دي عملت اي مشكله او لبست الدوري في حيطه خلاص يبقوا كده معذورين. هل الحكام اخذوا فلوسهم؟ هل الحكام ليهم حاجه؟ هل الحكام فعلا عندهم متاخرات؟ الحقيقه كابتن سيف، احنا صرفنا كل المتاخرات، ولكن تبقى هناك بعض المتاخرات اللي من سنوات عديده للمنتخبات، لمباريات الادوار الحكام للمنتخبات. والحقيقه هذه البدلات الحقيقه لم يتم ارسالها الى الحسابات عندنا في الاتحاد او الى الاداره الماليه، وانا النهارده صممت ان هي تنزل، والنهارده كلمت في مجلس الاداره، وهي المبلغ الحقيقه بسيط جدا، ما يعديش ال 165,000 جنيه فقط الذي يتبقى، مش من السنين الماضيه دي. مباريات اعتقد هي كانت كره نسائيه وخماسي وبعض مباريات المنتخب، وان شاء الله الاتحاد ان شاء الله هيصدق عليها النهارده، ويتم صرفها يمكن بكره او بعده بالكثير. ودي حاجات بعيده عن البدلات الماليه اللي كانت معروضه على مجلس اتحاد كره القدم الحقيقي. كابتن عصام، في بعض التصاريح ليك بتقول ان يعني لو رجع بيك الزمن ما تخشش انتخابات اتحاد الكوره لانك انت ندمان، الكلام ده اشاعات ولا دي تصريحاتك ولا ما قلتهاش؟ لا بص، انا هقول لك حاجه، يعني احنا الحقيقه كابتن سيف وانت احد اعضاء مجلس الاداره، هناك ضغوط كبيره على اتحاد كره القدم، وهناك من يحمل اتحاد كره القدم مسؤوليات هو مش مسؤول عنها. فيعني الحقيقه مع هذا المجهود اللي بيبذل داخل اتحاد كره القدم، والبعض الحقيقه لا يعترف بهذا، فالحقيقه احنا انا قلت والله لو هذه الصوره بهذا الشكل كنت افكر كتير جدا قبل ما ادخل انتخابات اتحاد الكوره. ولكن احنا في النهايه بنخدم مصر وبنخدم الكوره المصريه، واتمنى ان الناس تكون فاهمه ان احنا جايين مالناش اي مصلحه على الاطلاق غير ان احنا ننهض بالكوره المصريه. بتمنى لك كل التوفيق كابتن عصام عبد الفتاح، بشكرك شكرا جزيلا، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. بكده يبقى خلصنا اخبارنا كلها، نطلع فاصل ونستقبل الكابتن